مبروك عليهم قانون المحاماه الجديد، مبروك عليهم المميزات الموجوده فيه. ان شاء الله ما يؤرقهم هيكون محل نظر ومحل تفسير ومحل توضيح، واعتقد ما هيكون النهارده اكبر دليل فيما يتعلق بكل المشاكل اللي شاغله دماغهم، هيكون فيها النهارده اجابات عليها واضحه بعد المؤتمر ده ان شاء الله. طبعا معركة التنقية من البداية هي معركة احنا خضناها واحنا عارفين ان احنا بنعمل حاجة شبه حرب، عارفين ان احنا لنا فيها خصوم وعارفين ان احنا لنا فيها انتصارات ان شاء الله. مبدأها او اولها المحاماة، معروف انها رسالة، ورسالة بتحتاج نوع من معين من الثقافة، بتحتاج نوع معين من التأهيل. لما نقول النهاردة ان احنا حاربنا فعلا عشان ما ينفعش، طبعا مع احترام لكل الوظائف وكل المهن وكل المؤهلات، الا ان حقوق لا يجب ان يسبقها الا ثانوية عامة او ما يعادلها من ثانوية ازهرية. دي مسألة احنا بنقول يا جماعة انت اخترت من البداية، اذا كنت داخل ثانوي فني فانت عارف انت داخل ثانوي فني ليه، اذا كنت دخلت ثانوي تجاري فانت عارف انت داخل ثانوي فني تجاري ليه، اذا كنت داخل دبلوم صنايع فانت عارف انت داخل دبلوم صنايع ليه. النهاردة احنا مش ملاحقين على خريجين كلية الحقوق الطبيعيين العاديين، فعدد المحامين النهاردة في كم زائد. لكن معركة ان مع احترامي طبعا لكل، يعني المسألة ما فيش فيها لا تمييز ولا عنصرية أبدا بالعكس، ولكن كل واحد مننا عارف خط سيره رايح فين. نقابة المحامين من النقابات العريقة اللي لما نقول أنا محامي يبقى أنا خدت التدرج الطبيعي للتعليم بتاعي، خدت ابتدائي، خدت إعدادي، خدت ثانوي، ثم التحقت بكلية الحقوق، ثم حصلت على ليسانس حقوق بناء على ما تم من سبقه من خطوات. طبعا القانون المجلس الموجود من أول يوم هو بيعمل لصالح المحامين، عمر المجلس الموجود ما كان ضد المحامين ولا كان بيحارب المحامين، احنا جايين بالمحامين ومستمرين بالمحامين وهدفنا قوة المحامين. فلما يصدر قانون يحمي المحامين، لما يصدر قانون فيه مميزات كتير للمحامين، مش معنى ان بعض الاهداف اللي طلبنا انها تتحقق ما اتحققتش، مش معناها ان احنا بنعمل حاجه ضد المحامين، لا، انا عندي نصوص جديده اضافت حصانه للمحامي، عندي نصوص جديده نظمت الهيكل التنظيمي للنقابة، عندي نصوص جديدة زي الأكاديمية والمواد الخاصة بيها بتدي مؤهل علمي ومؤهل دراسي لمحامي طالع مثقف فاهم مهنته رايح فين وجاي منين. مسألة مسبوقة مش موجودة لا في النيابات ولا في مجلس القضاء، لا، أنا عندي قانون أعتقد التعديلات الجديدة أعتقد أنها تعديلات فعلا كنا بنصبو